بخطط برتب شو بدي ساوي بالمدارس في المشاكل والوضع الحالي مين بجمع علامات اكتر بالمشاكل هيك وضع الطالب السؤال عمين راكب بغوشة في ضربة اللي بتعطي الفخان وفي مشي اللي بتخليك بالعتم ضو صار في فرد ينحط بالشناتي بزيادة البنت تقول للشاب انت وردي بحس بشهامة استاذ كلمة بفوت الصف بفضل ينهي الحصة الطالب يضل يزد كلمة يسمع جملة تطلع برا نجحت الخطة لك اصحابه بتستنى خرفت شو صار راس مرفوع بافتخار يا صاحبي شايف هاي البنت الحلوة عليها جسم ببرك بضوي اه اعملها اد اتركك من هذا الحكي زهقنا عاد كبر اهدافك لا تحدد احلامك الدنيا مراحل اخرتك راحل استغل ايامك كبر اهدافك لا تحدد احلامك الدنيا مراحل اخرتك راحل استغل ايامك حسي حمي سلام صارت تفرك مشاكل تخلك على قصص فاضي بنخلف لازم نحذف العنصرية من صفوفنا على وطار تاني نعزف بالوظايف نقتف لانه بجمعنا نفس الرب لما نحلف شو دخلك بالانتخابات صدق مو هيك هيك محروق لشوف تستفز قاعد مستلز ولك بالك مخنوق خلي حراسنا يكون بلا صياح احسن احكي بلا ما تحلف بالشرف اهون ما تكون ابن الشارع انكرف من جسمك خليك بيا في كتير وجوه بين الصفوف كلامي بحكي بالدفتر بستقبل الضيوف اخر السنه منودع منقول الله يرحم هي الايامات من بعلم شو اللي فات طالب بحلم يحلم يرجع شوي من المظاهر بتطلع على حلو بقول هل كنت فاشل كبر اهدافك لا تحدد احلامك الدنيا مراحل اخرتك راحل استغل ايامك كبر اهدافك لا تحدد احلامك الدنيا مراحل اخرتك راحل استغل ايامك يمكن يتغير نمط حياتك يمكن تتعلم من اغلاطك في مين جنبك ما تنسى اللي بيكون جنبك بيكون يخليك قوطة تمشيش بالعكس تفكرش بعمر قصير دايما نمشي وبحياتك خلي الضمير عيشي وانت بتلونها بالالوان بعيش ايام بتصل لاعوام ببني فيها احلام السؤال لما تحكي في مين يسمع الجواب لما تشكي في مين يدمع ما تشتهي المسار ابني المستقبل ما تضيع الفرصة انت اللي تأمل السفينة من بعيد تبين انها قارب بس لما تقرب تعرف انها بالناس بتطارد تتمنى انت ضعيف بتعمل انت قوي والخفيف تمشي الدنيا على اعمالك على اغلاطك على اكوالك على كلماتك على افعالك على نظراتك على معاملتك كبر اهدافك لا تحدد احلامك الدنيا مراحل اخرتك راحل استغل ايامك كبر اهدافك لا تحدد احلامك الدنيا مراحل اخرتك راحل استغل ايامك استغل ايامك كبر اهدافك كبر اهدافك لا تحدد احلامك